السلام عليكم شباب، أهلا خالد، محمد، عبد العزيز، طهري، عبد الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير جميعا. الحمد لله. الحمد لله، كله بخير الحمد لله. تمام، أهلا يزن. إن شاء الله النهاردة هنبدأ المحاضرة الأولى بإذن الله في بايو 2. النهاردة هناخد المحاضرة بتاعتنا، هتكلم على السيرموداينامكس اللي هي الديناميكا الحرارية. ثيرمودينامكس دي هناخد منها، بنتعرف عليها بس حاجة بسيطة كده عشان هناخد منها بعض المفاهيم عشان نقدر نتعرف على البايو انرجيتكس اللي هي الطاقة الحيوية. خلاص، الثيرمودينامكس دي أصلا هي فرع من فروع علم الفيزياء، وفيها بنقدر نتعامل مع الحرارة وحاجة اسمها الشغل الورك. لا هنا اصبر شوية، هنقول اهو الثيرموديناميك دي ملوش دعوة بالبايو. خلاص، ده ايه اللي بيحصل لو عندك تفاعل معين، ماشي، في علاقات، بيدرس العلاقات ما بين الحرارة والشغل الورك، انك انت تقدر تقوم بايه، بعمل ورك، او يقيس او يربط لك درجة الحرارة وعلاقتها بالطاقة، كويس، او يربط لك الايه، الاشعاع والخصائص الفيزيائية بالمادة. ده علم من علم الفيزياء كده، احنا هناخد منه بس ايه، بعض المفاهيم عشان موجودة فيه. ايوه، الاخرى، المعتقدات الاخرى، برافو عليك. خلاص كده، فاحنا هنا في البايو انرجيتكس اللي هي ايه، الطاقة الحيوية اللي جوه الخلية، بيبقى فيه بنتحول من طاقة لطاقة جوه الخلية. خلاص، فعشان كده خدنا مفاهيم من جماعة بتوع الفيزياء عشان تيسر الأمور بالنسبة للايه، اللي بيدرس بايو انرجيتكس. خلاص، وفي مركب مهم جدا اسمه الـ ATP اللي هو الادينوزين تراي فوسفيت. ادينوزين تراي فوسفيت، المركب ده مهم جدا لان هو يعتبر ايه، هو يعتبر الكي بتاع الايه،
الطاقة، هو مفتاح الطاقة في الخلية، خلاص؟ أي تفاعل عايزين نعمله فبنضطر إن إحنا إيه، ويكون التفاعل ده من التفاعلات اللي هي اندرجونيك رياكشن، يعني تفاعل بيكون محتاج طاقة عشان يتم، بناخد اي تي بي. في الثيرموديناميك لو انا عندي تفاعل ماده A بلس ماده B، والماده A وB دي محتاجين طاقه، مش عارف اللي فات عايز تاخد ايه، الماده A وB لو عايزين طاقه لازم هنروح نسخن، صح؟ زلط، ايه زلط دي؟ تقول ايه يا واد؟ ما نقدر ناخد ما حدش يسأل دلوقتي، اصبر شوية كده وبعد كده نبدأ نشوف العملية ايه عشان ما نتأخرش، خلاص؟ انا مش عارف انت عايز ايه، عايز تظبط ايه دلوقتي، عايز تاكل ولا ايه؟ فاحنا بناخد الاي تي بي، الاي تي بي ده كمركب من المركبات، بنسميه مركب من المركبات ذات الطاقة العالية. المركب ده بيحتوي على طاقة عالية. لما أكون أنا عايز أتمم تفاعل معين جوه الخلية، والتفاعل اللي أنا عايز أتممه ده محتاج طاقة، فبروح ألجأ للاي تي بي وأحلله، أعمل له هيدروليزيس وأخد الطاقة اللي فيه وأتمم بيها التفاعل اللي أنا إيه محتاجه. خلاص؟ وناخد مفهوم تاني اسمه الأوكسيديتيف فوسفوريليشن، اوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي هي الفسفره التاكسديه. اصل الفسفره، لا الصوت ليه راح عندك انت لوحدك بس؟ في صوت شغال ولا لا؟ كله سامع صوت؟ شغال. اطفي انت الجهاز بتاعك وشغله بسرعه تاني. تمام. يبقى انا بناخد حاجه اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي هو الفسفره التاكسديه، وهنتعرف على الالكترون ترانسبورت تشين. دي اسمها ايه؟ ها، سلسله الانتقال الالكتروني. دي تعتبر اخر مرحله في مراحل انتاج الطاقه في الخليه. طب ليه هندرسها في الاول؟ ليه هندرسها كده في اول محاضره؟ عشان دايما لما هاجي نتكلم في المحاضرات اللي بعد كده على الجلايكولوزيس او على الكريب سايكل او هلجأ لكلمه الالكترون ترانسبورت تشين، اللي هي اخر مرحله لانتاج الاي تي بي، اخر مرحله في انتاج الطاقه، خلاص. and inherited defects اللي هو العيوب الموروثه in oxidative phosphorylation، في عمليه الفسفره التاكسديه. ده بس ايه، بنتعرف على ايه اللي هنقوله النهارده في المحاضره دي. هنبدا بقى نتكلم النهارده عن المحاضره البايو انرجيتكس. بايو انرجيتكس اللي قلنا عليها ايه، الطاقه الحيويه، is the study of the transformation، تحول transformation of energy in living organism. خلاص، مش هينفع ابدا ان انا جوه الخليه لما يجي يحصل تفاعل، والتفاعل ده هيديني مثلا 10 كيلو كالوري، فيطلع كل ال 10 كالوري تطلع في صوره حراره. لو طلعت في صوره حراره معناها الخليه دي ممكن تتحرق، خلاص. بخلاف لو انت بتشتغل في المعمل، تحط ماده ايه بي ويطلع كميه حراره، مثلا هتحط ميه وتحط عليها سلفوريك اسيد، تيجي تمسك الانبوبه كده تلاقي ايه، تلاقي سخنه جدا. معنى كده ايه؟ ان كل الحراره اللي طلعت من التفاعل ده طلعت في صوره ايه، كل الطاقة اللي طلعت في صورة حرارة، خلاص. طب لو تفاعل جوه الخلية والتفاعل ده بيدي طاقة، فلو طلع كل الطاقة طلعت في صورة حرارة، معناها ان الخلية دي ممكن ايه، ممكن تتدمر تتحرق. لكن اللي بيحصل ان جزء من الطاقة دي، جزء من الطاقة الحرارية اللي طالعة دي، الخلية بتخزنها في صورة ايه، طاقة كيميائية، بتخزنها في صورة روابط كيميائية معينة بنسميها روابط ذات طاقة ايه؟ ذات طاقة عالية. الخلية بتستخدم هذه الروابط او هذه المركبات اللي فيها روابط دي ذات طاقة عالية في حالة لو هي محتاجة بقى تفاعل
محتاج حرارة، فتروح مستخدمة هذا الايه، هذا المركب. خلاص مفهوم الكلام ده؟ الانشطار النووي اللي بيتكلم زميلكم عليه كده، الانشطار النووي معناه ايه؟ ان كل الطاقة اللي هتطلع، هتطلع في صورة ايه؟ في صورة حرارة، هتدمر، هتدمر صح؟ جوه الخلية؟ لا، الخلية ما بتسمحش ان يحصل تفاعل يطلع منه كمية طاقة عالية جدا بحيث انها تدمر الخلية. لا، بتاخد الايه؟ الطاقة دي جزء منه كبير، تاخده، معظم الطاقة اللي بتطلع بتروح مخزناها في صورة روابط ذات طاقة عالية، اللي احنا بنقول مثلا زي مركب الاي تي بي ده. خلاص كده؟ It makes use of a few basic ideas from the field of thermodynamics. احنا بناخد مفاهيم من الثيرموديناميك دي، اللي هي الايه؟ علم الديناميكا الحراريه دي. Particularly the concept of free energy، خاصة حاجة اسمها الطاقة الحرة. مفهوم اسمه الايه؟ الفري انرجي. الطاقة الحرة اللي موجودة في علم الايه؟ الثيرموديناميك دي. احنا هناخدها بقى منه يعني. البرانش اوف فيزيكال اللي هو الثيرمودايناميكس ده ايه؟ هو عباره عن برانش اوف فيزيكال ساينس ذات ديلز ويز ذا ريليشنز بتوين هيت اند اذر فورم اوف انرجي. خلاص؟ زي ما شرحنا فيما قبل. طب تشينجز ان فري انرجي، ايه بقى التغير في الطاقه الحره اللي دلتا جي دي اللي احنا ناخدها دي من الايه؟ من الثيرمودايناميك دي. بروفايد ا ميجر اوف ذا انرجيتك visibility of a chemical reaction. خلاص؟ ده عبارة عن ايه؟ مقياس بيوفر لي ها الجدوى النشطة للتفاعل الكيميائي. التفاعل ده هيبدأ يقدر يمشي بدون طاقة. خلاص؟ ممكن يمشي لوحده كده التفاعل، تحط ايه على بي يروح حاصل التفاعل على طول، ولا لا ده لما تيجي تحط ايه على بي الدلتا جي دي ممكن تقول لك لا التفاعل ده مش هيتم الا اذا اديت له ايه؟ طاقه. خلاص؟ therefore allow prediction. يبقى هي كده ممكن الايه؟ الدلتا جي دي بتتنبأ of whether a reaction or process can take place، ان ممكن التفاعل بتاعك ده يحصل خلاص او لا، ده لازم ايه؟ محتاج مساعدة، محتاج طاقة معينة عشان يتم هذا التفاعل. البايو انرجيتكس concerns only the initial and final energy state of reaction component. يعني البايو انرجيتك دي ها هي بتتعلق بايه؟ بمكونات التفاعل او حالة مكونات التفاعل، الحالة دي في الانيشيال والفاينال، يعني المواد المتفاعلة كمية الطاقة اللي فيها قد ايه، والمواد النهائية البرودكت بتاعك كمية الطاقة قد ايه. خلاص؟ لو المادة الانيشيال بتاعتك الطاقة اللي فيها عالية عن الفاينال، معنى كده ان التفاعل بتاعك ده ممكن يحصل ايه؟ spontaneously، يعني ممكن يتم ايه؟ تلقائيا كده. خلاص؟ والعكس بالايه؟ بالعكس. Not the mechanism or how much time is needed، ولكنها البايو انرجيتك دي لا تتنبأ بايه؟ بميكانيكية هذا التفاعل ازاي بيتم، او معدل هذا التفاعل الريت بتاعه قد ايه، هيتم بمعدل قد ايه، لا ملهاش دعوة. يبقى البايو انرجيتك بتتنبأ بايه؟ او بتقول لك الحالة بتاعت الطاقة في الانيشيال وفي الفاينل، لكن ملهاش دعوه بالايه؟ بالميكانيكيه بتاعت هذا التفاعل او بمعدل هذا ايه؟ التفاعل. بالظبط كده. ملخص بقى ان شورت، بايو انرجيتكس بريدكتس اف ا بروسيس از بوسيبل، ممكن التفاعل ده يتم، ويذر كاينيتكس من الثيرموديناميك ده زي الايه اللي هو الاكسبريشن المشابه للبايو انرجيتك في الثيرمو دايناميك اسمه كاينيتكس. كاينيتكس ميجر هاو فاست ذا رياكشن اوكير، دي بتقيس لك ايه؟ سرعه التفاعل ده قد ايه.
خلاص. لكن الباي انرجيتك مش هتقدر تقيس لك سرعه، مالهاش دعوه. هي بتقول لك الطاقه بتاعت المواد المتفاعله كانت قد ايه، والمواد الناتجه قد ايه، وبناء عليه التفاعل ده هيتم تلقائي ولا لا. تمام، يعني دي ده بيقول لك التفاعل بتاعك وهيتم بسرعه قد ايه. خلاص، البايو انرجيتك بتقول لك ايه التفاعل بتاعك ده، المواد المتفاعله كان فيه كميه الطاقه قد ايه، والمواد الناتجه كميه الطاقه فيها كانت قد ايه. خلاص بالظبط. هنشوف بقى هنا ايه، هنخش شويه شويه هنفهم بايه الموضوع كله. اما نتكلم على الايه، على الفري انرجي. الفري انرجي انا عندي هنا عوامل، فاكتورز ريجوليتنج ذا دايركشن اند اكستنت تو ويتش ا كيميكال رياكشن بروسيدز. عوامل هي التي ايه تنظم اتجاه التفاعل، والتفاعل ده هيمشي قد ايه، المدى بتاعه. خلاص، في عندي حاجه اسمها الانثلبي. الانثلبي يعني ايه انثلبي؟ يعني المحتوى الحراري، المحتوى الحراري للماده بتاعتك. خلاص، لا بيسموها دلتا اتش، دلتا اتش a measure of the change in heat content، مقياس لإيه؟ للتغير في المحتوى الحراري of the reactants and product، للمواد المتفاعلة والمواد الإيه؟ الناتجة. يبقى الانسلابي بتقيس لك ها محتوى الطاقة في المتفاعلات ومحتوى الطاقة في الإيه؟ في النواتج، فبتقيس لك إيه؟ التغير ما بينهم. خلاص؟ هو لو المادة المتفاعلة كميتها هي الطاقة اللي فيها المحتوى عالية، يبقى أكيد هي ممكن تروح بسهولة إلى المادة إيه؟ البرودكت. لكن لو البرودكت هي اللي كميتها عالية والرياكتنج هي كميتها قليلة، يبقى لازم التفاعل ده ياخد طاقة عشان يقدر إيه؟ يتم. خلاص؟ طب الانتروبي اللي هي دلتا اس دي ميجر اوف ذا تشينج ان راندومنس. الانتروبي بتقيس معدل العشوائيه اور ديس اوردر، الاضطراب. ايوه، عشوائي في الرياكتانت والبرودكت. يعني ايه بقى الراندومنس؟ يعني ايه راندومنس؟ ها الراندومنس هنا مرتبط بايه؟ مرتبط بحاله الماده، بالحاله بتاعت الماده، حاله الجزيئات بتاعت الماده. الراندومنس يعني ايه؟ يعني لو انت عندك غاز، خلاص، لو الماده بتاعتك غاز، الغاز ده معروف ان هو ايه، ممكن تحطه في كونتينر صغير او كونتينر كبير، صح؟ حركه العشوائيه، الحركه بتاعت الجزيئات هتبقى ايه، كبيره جدا. برافو عليك، حركه الجزيئات هنا في الغاز هتبقى كبيره جدا. طب لو انت ضغطت الغاز ده هو وخليته ايه، وخليته بقى ليكويد، عملت له بريشر وحولته الى سائل، برافو عليك، هتبقى إيه؟ حركه الجزيئات ايه، هتزيد ولا تقل؟ العشوائيه، حركه الحركه هتقل، برافو عليك، هتقل. طب لو الماده السائله دي حولناها لماده صلبه، يبقى حركه الجزيئات هتبقى ايه، هتقل خالص، صح كده؟ خلاص كده الموضوع مفهوم بقى، برافو عليك، برافو. طيب يبقى كده عرفنا يعني ايه انثلبي ويعني ايه انتروبي. خلاص، بيقول لي بقى هنا الاثنين اللي احنا عارفينهم دلتا اتش والدلتا اس، دول ذي ثيرموداينامك كوانتيتيز، الكميات اللي هي جايه من الثيرموداينامك دي اللي احنا جايبينها من ايه، من علم الفيزياء كده. باي اتسلف، هي في حد ذاتها كده بس، از نوت سفيشنت، مش كافيه to determine whether a chemical reaction will proceed spontaneously، ان التفاعل بتاعك ممكن يتم تلقائي كده، in the direction it is written، في الاتجاه اللي انت كاتبه، كاتب ايه؟ سهم بيروح لبيه. هل الدلتا اتش او الدلتا اس لوحدها كده ممكن تقول لي ان فعلا ان ايه هتروح لبي زي ما انا كاتب التفاعل كده ولا لا؟ مش هتدي لك اجابه، مش هتدي لك اجابه، خلاص؟ مش هتدي لك اجابه. هويفر
when combined mathematically، لما انا امسك الدلتا اتش والدلتا اس واحطهم في معادله حسابيه، ها، can be used to define a third quantity، هتطلع لي قيمه ثالثه اسمها الدلتا جي. اسمها الايه؟ الدلتا جي. وهي الدلتا جي دي بقى اللي ممكن تعمل بريدكتس، ممكن تتنبأ the direction in which a reaction will spontaneously proceed. دي هي اللي ممكن تتنبأ ان التفاعل بتاعك ممكن يمشي في الاتجاه اللي انت ايه اللي انت كاتبه. مفهوم يا شباب؟ ننقل، ها، مفهوم الحمد لله. طيب هنمسك الانتروبي لوحدها، measure of degree of disorder or randomness in a molecular system is called entropy. ودي شرحناها خلاص، هي معدل الايه؟ العشوائيه، الحركه بتاعت الجزيئات، حركه كبيره معناها في عشوائيه كتير. خلاص، example when solid change to liquid، ماده من صلب حولتها لسائل، يبقى اكيد الانتروبي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. هيحصل لها ايه يا شباب؟ increase. when liquid، بالظبط هتزيد. طب لما يبقى liquid change to solid، liquid liquid هيروح لsolid يبقى هتقل، decreased. طب gas to liquid also decrease. برافو، also decrease. خلاص كده، يبقى هنا كده عرفنا عن ايه انتروبي بالظبط وبالايه بالشرح وبالكلام. طب هنيجي بقى للايه؟ للمعادله اللي احنا قلناها. المعادله بتقول لي ايه؟ ان الدلتا جي بتساوي الدلتا اتش ناقص دلتا تي تي دلتا اي اس. خلاص، التي دي اللي هي الايه؟ التي اللي هي الابسولوت تمبريتشر، درجه الحراره المطلقه، ان ديجري كالفين، في صوره ايه؟ اللي وحدات كالفين. خلاص، في صورة ايه؟ وحدة ايه؟ كالفين. طيب، وبدأ يقول لي بقى ان الدلتا اتش لوحدها دي، الدلتا اتش اللي هي دي change in enthalpy، اللي هو الايه؟ الهيت released or absorbed during a reaction، التفاعل اللي بينطلق او الايه اللي بيفقد، يعني محتوى ايه؟ الحرارة. محتوى الايه؟ الحرارة. هو الحرارة بتاعتك هتفقد من المادة ولا ايه؟ المادة هتكتسب حرارة. خلاص، ودي الدلتا اتش زي ما قلنا does not predict whether a reaction is favorable، يعني مش هتدي لك ان التفاعل ده هيتم ولا لا، مالهاش دعوة بالقصة دي لسه. صح. طب الدلتا اس تانية دي measure of randomness، ما اعرفش عبد الله بيقول برضه لا، برضه لا مش فاهم، ولا برضه ولا ايه؟ الدلتا اس ميجر اوف راندومنس، معدل ايه؟ بيقيس لي معدل العشوائيه. داز نوت بريدكت ويذر ا رياكشن از فيفرابل، برضك مش هتقدر تتنبأ لك اتجاه التفاعل، مش هتقدر تتنبأ لك بايه ان التفاعل ده هيتم ولا لا، مش هتقدر تقول لك حاجه. لكن مين اللي هيقدر يقول لك بقى؟ الدلتا جي بقى اللي فوق دي. ماشي عبد الاله، الدلتا جي دي change in free energy، ده التغير في الطاقة الحرة نفسها. خلاص، معدل التغير حصل ايه في المادة؟ تغير energy available to do work، دي هي الجي دي اللي هي الطاقة اللي بتعمل لك شغل، هي موجودة يبقى الشغل هيتم، مش موجودة يبقى محتاج ايه؟ طاقة تخش على النظام بتاعك، على السيستم او على التفاعل بتاعك عشان ايه؟ عشان يتم. approach zero، لو بتنتجه ناحية الزيرو as a reaction proceeds to equilibrium، يبقى معنى كده ايه؟ لو بتقل 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 الدلتا جي دي معناها التفاعل بتاعك راح ناحية الايه؟ ناحية الاتزان. خلاص هيقف، هيبقى معدل التغير من A لB موازي لمعدل التغير من B لA. صح؟ يبقى معدل التفاعل بتاعك ايه؟ هيقف خلاص، اتزان. برافو، الايكوليبريم. وهي دي بقى يا حبيبي اللي هي بايه؟ بريدكتس، اللي بتقدر تتنبأ لك whether reaction is favorable، ممكن التفاعل بتاعك يحصل spontaneously كده ولا لا، ده محتاج ايه؟ محتاج تدخل او طاقة من بره.
خلاص. طيب هنا نفس الكلام، هنبدأ نشرح الدلتا جي بتساوي الدلتا اتش ناقص التي دلتا اس، وبيقول لك يعني ايه جي اللي هو الكوانتيتي اوف فري انرجي، والاتش اللي هو الانثالبي، وعرفنا يعني ايه سيستم توتال انرجي، وعرفنا برضك ايه الاس اللي هي الايه الديس اوردر اوف ذا ايه اوف ذا سيستم. خلاص. طيب من الكلام ده بقى، من المعادله دي، احنا قلنا الدلتا جي هي اللي ممكن تتنبأ، صح؟ عشان كده قال لي بقى ايه الدلتا جي دي ممكن تقول لي ان التفاعل ده هيبقى تفاعل spontaneous reaction، يعني تفاعل هيبقى طارد للحراره، او بيسموه exergonic reaction. معناها ان الدلتا جي هتبقى ايه؟ هتبقى بالنيجاتيف، الاشاره بتاعتها الساين بتاعتها تبقى ايه؟ بالسالب. خلاص؟ او انها تبقى نون سبونتينيوس. برافو عليك. معناها ان ايه دلتا جي هتبقى ايه بالموجب بالبوزيتيف، والتفاعل ده هيسموه ايه اندرجونيك، ده ماس الحراره، هيحتاج ايه حراره من الخارج. وات هابن وين دلتا جي از زيرو؟ قلنا عليها ان زيرو معناها الايه ان التفاعل بتاعك في حاله ايه ايكوليبريم، في حاله اتزان. تمام. طيب اهو بيوضح لي هنا بالكيرفين دول الفري انرجي، فري انرجي بورشن اوف سيستمز انزايم سيستم انرجي ذات كان بيرفورم ورك. خلاص. ده جزء من طاقه النظام سيستم انرجي ذات كان بيرفورم ورك، ممكن ايه يؤدي عمل، جزء من الطاقه اللي موجوده في السيستم. سيستم هنا ما اقول سيستم يعني التفاعل بتاعك. خلاص. ممكن ان هو ايه يقوم بالشغل، يعني ايه يحول المواد المتفاعله الى ايه الى نواتج. خلاص. في حقات كونستانت تي، يعني في ايه في درجه حراره ثابته. خلاص. فهيقول لي هنا تفاعل اكزرجونيك رياكشن وتفاعل اندرجونيك رياكشن. هنبص للكيرفين اللي تحت دول. خلاص. الكيرف الاولاني ده، الكيرف ده بيقول لي هنا ايه بوتنشال انرجي اوف مولكيول، يعني الطاقه الكامنه في الايه في الجزيئات، الطاقه الكامنه في الجزيئات. اصبر يا عبد الاله. خلاص. وهنا بروجريس اوف ذا رياكشن، ان التفاعل هيتم. خلاص. فقال لي هنا لو بصيت للرياكتنت، الرياكتنت هنلاقي الطاقه بتاعتها عاليه، المواد المتفاعله طاقتها عاليه. طب البرودكت الطاقه بتاعتها ايه كامنه ايه منخفضه. طب الفرق في الطاقه ده هيروح فين؟ مفيش قليل ولا كتير هنا، هنا مفيش قليل ولا كتير لسه. احنا بفهمك ان الرياكتنت المواد المتفاعله اهي الطاقه الكامنه اللي فيها عاليه، والمواد البرودكت في التفاعل ده الطاقه اللي فيه قليله. يبقى اكيد لو الرياكتنت الماده A دي راحت للماده B دي، خلاص، يبقى اكيد فرق الطاقه ده هيروح فين؟ هيخرج. ماشي، مفيش مشكله. خلاص. يبقى الفرق في الطاقه هيروح فين؟ هيخرج amount of energy output، هيخرج بره النظام بتاعك. خلاص. طالما طاقه خرجت، ما احنا هنقول هنروح فين دلوقتي يا ابن الحلال؟ اصبر. طاقه خرجت معناها الايه اكزرجونيك رياكشن، ان التفاعل ده طارد للحراره. خلاص. التفاعل ده ايه طارد للحراره. الشغل اللي انا بقوله ده، الكلام اللي انا بقوله ده، ده في الايه في الثيرموداينامكس. خلاص. في البايو انرجيتيك بقى، لما اجي اطبق الكلام ده على الخليه، زميلكم اللي بيقول طب والطاقه دي هتروح فين؟ ها، هنا ده التفاعل ده في المعمل هيدي لك كميه الطاقه دي كلها في صوره حراره، لكن جوه الخليه هيبقى في تعامل تاني هنشرحه بعد الايه السلايد اللي جاي. خلاص. يبقى التفاعل هنا ايه
طارد للحرارة. طب التفاعل الآخر ده، تفاعل بي ده بقى، دي الرياكتانت، المواد المتفاعلة، ده مستوى الحرارة بتاعتها، ده المحتوى. طب البرودكت المحتوى بتاعه عالي، يبقى استحالة الرياكتانت يروح للبرودكت إلا إذا إيه، اديت له انبوت، يعني المادة ايه بلس المادة بي، وحطيتهم في تيست تيوب، مش هيحصل التفاعل يتم إلا لما تروح تغلي، تحط التيست تيوب بتاعتك في حمام مائي يغلي، تدي له درجة 100 درجة مئوية مثلا عشان التفاعل ده يتم. خلاص، يبقى التفاعل البي ده تفاعل ماص للحرارة، محتاج حرارة عشان ايه يتم، لكن تفاعل ايه ده طارد للحرارة. خلاص، تفاعل طارد للحرارة، مش محتاج حرارة عشان يتم، ده بالعكس ده هيديك حرارة تخرج للايه، للمحيط الخارجي. خلاص، يبقى هنا اكزرجونيك رياكشن اهو، هنقولها تاني بقى، اكزرجونيك رياكشن التفاعل اللي هو الايه طارد، اللي بيدي زي التفاعل ايه، نت ريليز اوف فري انرجي تو سراوندينج، يعني ايه؟ يعني لو انت بتعمل الكلام ده في المعمل، شغل معمل يعني ثيرموداينامكس، ها انت حطيت ايه وبي، هتلاقي جزء من الطاقه بتاعت النظام بتاعك ده، بتاعت التفاعل بتاعك ده تطلع. حطيت ميه في تيست تيوب وحطيت عليها سلفوريك اسيد، خلاص ايه اللي هيحصل؟ مجرد ما ترجع حاجه بسيطه كده اهو بس، وتمسك الانبوبه، هتلاقي ايه، سخنه ممكن تلسع ايدك، معناها ايه، حراره طلعت من السيستم ده وراحت للازازه اللي هو التيست تيوب، وهتطلع بعد كده للايه، للمحيط الخارجي. صح الكلام ده؟ يبقى التفاعل ده ايه، تفاعل طارد للحراره، بيطلع حراره بره في الايه، في السراوندنج، في المحيط الايه، خارج النظام بتاعك. طب اندرجونيك رياكشن، تفاعل بقى ماص للحراره، هتحط ماده ايه على بي، تيجي تقيس الانبوبه تلاقيها ساقعه ساقعه، خلاص يبقى ده خد طاقه من الايه، من السراوندنج، ابزوربس فري انرجي، خد طاقه حره فروم ايه، فروم سراوندنج. خلاص، يبقى ده الايه، ده الايه، الفرق ما بين الاكزرجونيك والايه، والاندرجونيك. الكلام ده كله ايه، ثيرموداينامكس، ما دخلناش لسه بقى ايه جوه الخليه ايه اللي بيحصل. خلاص، طب او بنقول تاني، ساين اللي هي الاشارات بقى بتاعت الدلتا جي، الاشاره دي سالبه او موجبه، هنتكلم دلوقتي، اصبر بس. دلتا جي دي ممكن تاخد اشاره سالب او اشاره ايه، موجب. بريدكت ذا دايركشن اوف رياكشن، دي الاشاره دي هي اللي بتقول لي التفاعل ده هيتم في الاتجاه اللي انت كاتبه ده ولا لا، مش هيتم الا اذا ايه، تدخلت بايه، بفاكتور. خلاص، يبقى ذا تشينج ان انرجي اللي هي الدلتا جي كان بي يوز تو بريدكت ذا ايه، ذا دايركشن اوف رياكشن ات كونستانت تمبريتشر اند بريشر، لازم يكون في درجه حراره ثابته وايضا في ضغط ثابت. ليه؟ لانك لو استخدمت التفاعل في حراره بس ثابته كده اهو، هيتم التفاعل في درجه حراره معينه، لكن لو دخلت ببريشر هيتم في درجه حراره اقل، صح؟ لان البريشر له ايه؟ له تاثير على حركه الايه؟ الجزيئات زي ما قلنا. خلاص؟ طيب انا عندي هنا كونسيدر ذا رياكشن اللي هو الايه، بتروح لبي، اتجاه التفاعل بتاعي ماشي الاتجاه ده. لو انا الاشاره بتاعت دلتا جي بتاعتي بالنيجاتيف، اخر نقطه دي ما قلناش فيها حاجه، بقول لك الدلتا جي هيكون لها من المعادله اللي احنا كتبناها دي، يا المعادله تطلع بتاعتك يا بالسالب، اول سطرين اهو، يا بالموجب، صح؟ بيقول لي بقى التشينج ان فري انرجي، التغير في الطاقه الحره دي، ها الدلتا جي دي هتكون بموجب او بسالب، لو بموجب هيبقى ليها قصه، لو بسالب هيبقى ليها قصه. خلاص، كان بي يوز تو بريدكت، ممكن تتنبأ ان التفاعل بتاعك ده اتجاه اللي انت كاتبه، انت كاتب المعادله من A ل B، الدلتا جي هي اللي هتقول لك الاتجاه بتاع التفاعل ده
اوكي هيتم كده ولا لا مش هيتم الا اذا اديت له ايه طاقه من بره؟ ايوه، بس بشرط بقى ان تكون درجه الحراره ثابته والبريشر ثابت، لان الحراره والبريشر يبقى انت دخلت في فاكتور اخر، رحت بقى لايه لحته تانية، صح؟ طب جوه الخليه انت لازم تكون البريشر والتمبريتشر ثابت، انت شغلك كله في 37 درجه مئويه، صح؟ لكن لو انت طلعت في بره في المعمل انت ممكن ترفع درجه الحراره، هتروح تغلي. جوه الخليه مش هينفع تغلي الكلام ده، هتعرض النظام بتاعك او التفاعل بتاعك لضغط، فهي ايه هيشتغل اسرع وهكذا، خلاص. طيب فهنشوف هنا النيجاتيف، لو هي الساين بقى الاشاره بتاعت الدلتا جي بي سالب نيجاتيف، يبقى اف دلتا جي از نيجاتيف نمبر ذير از نت لوز اوف انرجي، يبقى معناها كده ايه؟ لو سالب معناها النظام بتاعك فقد حراره، صح؟ النظام بتاعك الطاقه الحره بتاعته قلت، صح ولا لا؟ فاهمين الاشاره؟ معناها محتوى الحراره اللي جوه عندك هو اللي قل، معناها التفاعل ايه تم من ايه لبي، خلاص، وطلعت حراره. and the reaction goes spontaneously، والتفاعل مشي ايه تلقائي من غير ما ايه ما تروح تسخن ولا تعمل اي حاجه، في درجه الحراره والضغط الثابت اللي احنا قلنا عليه. and irreversible، والتفاعل بتاعك ده اللي هو من ايه لبي تم ومش هيرجع تاني، ما ينفعش يرجع تاني الا اذا اديت له الحراره اللي هو فقدها دي، صح؟ لان التفاعل كده تم والنظام بتاعك فقد ايه؟ فقد طاقه، صح؟ A is converted to B، و A اتحولت الى B، خلاص يبقى مش هترجع تاني، مش هينفع B تروح لA مره اخرى. The reaction is said to be exergonic، والتفاعل بتاعك ده بنسميه ايه؟ تفاعل طارد للحراره، خلاص. طب عكس بقى، لو البي هي اللي بتروح لايه، التفاعل ماشي في الاتجاه ده بقى، يبقى لازم هيكون الايه المواد الناتجه هنا هي اللي اكتر من الايه من الايه من المواد الايه المتفاعله، خلاص. يبقى الاشاره هتبقى ايه بوزيتيف دلتا جي، يبقى النظام بتاعك خد حراره، خد حراره، خلاص. المواد المتفاعله كانت قليله وخدت طاقه عشان تروح للمواد الايه المواد الناتجه كانت قليله وخدت طاقه، المواد المتفاعله كانت قليله وخدت طاقه عشان تروح للمواد الايه الناتجه، خلاص. if delta g is a positive number there is a net gain of energy، ده في طاقه معينه، ها، طاقه محدده، ربح صافي من الطاقه قدر ياخده النظام بتاعك، خد طاقة، فبقت الايه محتوى الطاقة بتاعه بقى بالبوزيتيف زاد. and the reaction التفاعل بتاعك does not go spontaneously from B to A، مش هينفع يمشي من B ل A، صح؟ طالما الدلتا جي بقت بالموجب معنى كده ان البي مش هينفع يروح ل A الا اذا، ايوه، مو تلقائي، مو تلقائي، الله ينور عليك عمي. لازم ياخد ايه حاجه تزقه، خلاص. انرجي ماست بي ادد، يبقى لازم اضيف طاقه، اضيف طاقه في المعمل، لازم اجيب الماده ايه مع الماده بي واروح اسخن عشان تديني الايه المرد الماده سي، خلاص، او اخد الماده ايه واسخنها عشان تديني ايه بي، خلاص، اخد الماده المتفاعله واسخنها عشان تديني الماده ايه النتيجه، خلاص. يبقى لازم في ايه اضافه طاقه to make a reaction، ايوه، خلاص. and the reaction is said to be endergonic، التفاعل ده لازم هنسميه تفاعل ماص للحراره، تفاعل لازم يحتاج حراره عشان يتم، خلاص كده. والدلتا جي الزيرو، لو بقى وصلنا لمرحلة إن الدلتا جي بتاعتك بتساوي صفر، معناها إيه؟ معناها إيكوليبريم، إن التفاعل في حالة اتزان، خلاص؟ معدل النواتج وصل لقد معدل الإيه؟
المتفاعلات. باختصار انا عندي دلتا جي اللي بتطلع من المعادلة بتاعتنا دي ليها إشارة، الإشارة بتاعتها يا سالب يا موجب. لو الإشارة سالب معنى كده التفاعل ده اكزرجونيك رياكشن، تفاعل طارد للحرارة، هيطلع لك حرارة بره النظام. خلاص، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الإشارة بتاعتك بالسالب والتفاعل بتاعك ده هيتم تلقائي spontaneously. خلاص، هيتم تلقائي لوحده. طب العكس، لو الإشارة بالبوزيتيف، الإشارة موجب بتاعت الدلتا جي، معناها إن السيستم بتاعك أو التفاعل بتاعك محتاج طاقة، هو ماص للحرارة اندرجونيك رياكشن، وهو محتاج طاقة عشان يتم، مش هيتم لوحده كده، لازم ياخد طاقة عشان يتم. تمام. وقال لي لو دلتا جي بتاعتك الإشارة التالتة بقى زيرو، لو الإشارة زيرو معناها أنت في حالة اتزان، لا A بتروح لـ B ولا B هتروح لـ A. خلاص، في مشكلة ولا خلاص؟ شباب نمتوا ولا إيه؟ حلو، واضح يعني واضح يا عبد العزيز، صح؟ طيب تمام، محمد حسن ونواف. طيب هنا بقى بيقول لي بقى ايه؟ ذا اكزرجونيك، معرفش اخر واحد سال بيقول لي ايه؟ او رد عليك يزن. طيب خلاص، هندي مثال بقى، هندي مثال. ذا اكزرجونيك رياكشن، الاكزرجونيك رياكشن التفاعل الايه؟ الطارد للحراره. ها؟ و الانرجي بروديوسنج رياكشن، ها، او الايه تفاعل ايه يعطي او ينتج طاقه، ينتج طاقه الاكزرجونيك رياكشن، او اقول ايه انرجي بروديوسنج رياكشن، او تفاعل منتج للطاقه. خلاص، ار كولد كاتابوليزم، يعني في الخليه بتاعتنا بقى، جوه الخليه، جوه الخليه التفاعل اللي هو الاكزرجونيك رياكشن ده هسميه كاتابوليك رياكشن، كاتابوليك رياكشن تفاعل هدم، او تفاعلات الكاتابوليزم، تفاعلات الهدم في الخليه، يعني جوه الخليه كل تفاعلات الهدم هتدي لك طاقه، لما تيجي تمسك الجلوكوز كده وتعمل له اكسيديشن يبقى هيدي لك طاقه. المحاضرات اللي جايه ان شاء الله هنشوف ازاي اما تمسك الفاتي اسيد وتعمل له اوكسيديشن هيدي لك طاقه. ده كله ايه؟ هتمسك المركب وهتكسره، مركب كبير جلوكوز هتحوله سي او 2 اتش 2 او، يبقى حولت المركب الكبير الى مركب صغير، يبقى عملت له ايه؟ هدم، كاتابوليزم، كاتابوليك رياكشن. كل تفاعلات الكاتابوليك رياكشن دي تعتبر تفاعلات ايه؟ طارده للحراره، اكزرجونيك رياكشن. زي ايه؟ الجلايكوليزيس اللي هو حرق الجلوكوز، اكسده الجلوكوز يعني، او ايه؟ اكسده الايه؟ الاحماض الدهنيه. اكزامبل ليه تفاعل، ها؟ كومبليت اوكسيديشن اوف كرياتين فوسفيت. لو بصينا للمركب ده اللي تحت ده اللي هو الكرياتين فوسفيت، لو بصيت للطاقه بتاع الاشاره للرابطه بتاعته دي، شايفين الرابطه دي؟ الرابطه اصلا بين اي مركب كربون وكربون او اي حاجه تلاقي رابطه شرطه عاديه كده، صح؟ شرطه عاديه كده، دي معناها ايه؟ الرابطه، صح؟ طب الرابطه دي شكلها عامل ايه يا شباب؟ البوند، ايوه الرابطه دي، الرابطه دي شبه ايه؟ متدلعه كده، صح؟ متموجه او متدلعه يا عبد الاله، صح؟ رابطه متدلعه كده. الرابطه المدلعه دي معناها ايه؟ غنيه بنت ناس، معاها طاقه، معاها ايه؟ طاقه، معاها فلوس، معاها انرجي، صح؟ فبتتكتب بالصوره دي انها ده المركب ده، المركب الكرياتين فوسفيت ده دلوقتي هنقول عليه ايه؟ مركب ذات طاقه عاليه، ده في رابطه فوسفور اهي، رابطه الايه؟ الفوسفور. خلاص،
طيب، فقال لي بقى لما نيجي نتكلم بقى على الكرياتين فوسفيت ده، المركب ده الكرياتين فوسفيت، هنعمله في المعمل وهنعمله جوه الايه؟ جوه الخلية. خلاص، لما نيجي نعمل complete oxidation of creatine phosphate give rise حوالي 10 كيلو كالوري بير مول، بيديني حوالي ايه؟ حوالي 10 كيلو كالوري لكل مول، صح؟ طيب ده في الحالتين، في الحالتين اما تيجي تكسر الرابطه دي هتدي لك الطاقه اللي فيها، الحراره اللي فيها حوالي 10 كيلو كالوري. طب لو انت عملت المعادله القصه دي في المعمل في التست تيوب، ايه اللي هيحصل؟ This energy is lost in the form of heat. كل الحراره اللي موجوده دي اللي 10 كيلو كالوري هتفقد في صورة ايه؟ حرارة. خلاص؟ طب ان فيفو لو بقى في جوه الخلية most of energy ال 10 كيلو كالوري دي هلاقي حوالي 7 كيلو كالوري منهم، معظم الطاقة دي الحرارية الهائلة دي هروح واخدها وعاملها ايه؟ مخزنها في صورة رابطة فوسفورية، رابطة ذات طاقة عالية، فأحول الـ ADP إلى مركب اسمه الايه؟ الـ ATP اللي هو الأدينوزين تراي فوسفيت. خلاص؟ والريميننج إنرجي، طب بقيت ال 10 أنا خدت منهم 7 عملت بيهم ايه؟ رابطة. طب والباقي الثلاثة دول ولا الثلاثة وثلاثة من عشرة أعمل بيهم ايه؟ هيدوني حرارة الخلية تحافظ بيها على ايه؟ درجة حرارة عالية. انت دايما جسمك في 37 درجة مئوية، صح؟ ففي جزء من الحرارة من الطاقة بيبقى بيفقد في صورة حرارة عشان يحافظ لك ايه؟ maintains the body heat. خلاص؟ بالله عيد الايه المثال. ماشي، انا بقول يا عبد الاله ولا مش عارف مين اللي قال، انا عندي كرياتين فوسفيت، الكرياتين فوسفيت دي عبد الله، ماشي، الكرياتين فوسفيت دي ماده ذات طاقه عاليه، شفت الرابطه بتاعتها ايه؟ رابطه مموجه، رابطه الفوسفور العاليه دي. خلاص، فالمركب ده المحتوى الحراري بتاعه عالي، الدلتا اتش بتاعته ايه؟ عاليه. خلاص، لما نيجي نطبق على الدلتا جي بتاعته، الدلتا جي بتاعته ايه؟ عالية، صح؟ هحوله إلى كرياتين، بس بدل من كرياتين فوسفيت هشيل منه الجزء بتاع الفوسفيت ده، هيبقى كرياتين بس. طب في طاقة عالية اتكسر اهي، خرجت بقى اما كسرت الرابطة دي من هنا ورحت نقلها للـ ADP، خليت الـ ADP من الأدينوزين داي فوسفيت حولته إلى أدينوزين تراي فوسفيت، يبقى جزء من الطاقة كبير جدا اللي كان موجود ال 10 كيلو كالوري الموجودين في الكرياتين ده دخلتهم فين؟ في الاي تي بي. بقى الاي تي بي هو اللي شايل 7 كيلو كالوري. طب وبقيت ال 3 كيلو كالوري اللي موجودين ها؟ اهم خرجوا في صوره ايه؟ ها؟ دلتا جي بس بايه؟ بالماينس. بالماينس ليه؟ ليه كتبنا الاشاره بالماينس؟ لان السيستم بتاعي هو اللي نقص. ها؟ الكرياتين فوسفيت بقى كرياتين. يعني الكرياتين فوسفيت ها؟ هو اللي ايه؟ هو اللي نقص الطاقة بتاعته. خلاص؟ بقت الدلتا جي بكام؟ بتلاتة، بالإشارة ايه؟ الإشارة بتاعتك ايه؟ بالسالب. يعني مص يا ابني ايه؟ ده طارد يا ولدي، طارد الحرارة. بقى كل الكلام ده وتقول لي يا اسمك ايه انت؟ ان فيترو يعني في المعمل، في البتري ديشز او في التست تيوب ان فيترو، وان فيفو يعني في الخليه الحيه، في كائن حي او في خليه حيه. خلاص يا حبيبي، اما اقول لك اي ما تيجي تقرا بحث كده يقول لك ان فيفو معناه البحث ده ابليكابل، ده بحث تطبيقي، انت عامل البحث ده على الفار او على حيوان او على نبات او على كائن حي او على خليه حيه، لكن ان فيترو معناها في البتري ديشز او في التست تيوب
في المعمل، مفهوم كده؟ هي ان اصل الفيترو دي وان فيفو هي كلام لاتيني، يعني ممكن ما تلاقوش له في الترجمه الانجليزي يعني. خلاص واضحه كده ولا في مشكله يا عبد الله؟ ننقل يا شباب، هل يمكن التنبؤ بكميه الطاقه المنتجه داخل ايه؟ استنى ما اشوف بتاع بسرعه. هل يمكن التنبؤ بكميه الطاقه المنتجه داخل الخلايا برقم صحيح؟ يعني ايه رقم صحيح؟ يعني بدل 10 و3 من 10 مثلا؟ ولا ايه يا محمد حسن؟ يعني ايه رقم صحيح؟ ما دقيق، هي 10 و3 من 10 ده رقم دقيق بكسر عشري، ده رقم دقيق كده. انت عايزه حوالي، قلت لك انا حوالي 10، لكن 10 دي مش دقيق، لكن 10 و3 من 10 ده دقيق. خلاص، ده كمية الطاقة اللي بيفقدها الكرياتين فوسفيت عشان يروح للكرياتين. خلاص، طيب ال10 دي و3 من 10 كلها حرارة صح؟ الكلام ده لو التفاعل تم في الايه؟ في المعمل، لكن جوه الخلية، الخلية ما بتسمحش ان كمية الطاقة العالية جدا دي، الحرارة العالية جدا تطلع كده في صورة حرارة. فبتاخد منها جزء كبير حوالي 7 كيلو كالوري وتحطهم جوه ايه؟ جوه رابطة كيميائية بتخزن فيها الايه؟ الطاقة، بتعمل اقتران للطاقة، اقتران للطاقة. خلاص؟ هي فيها حفظ يا عم الحاج انت، هي مطلوب حفظ طبعا، مطلوبه. دلتا جي بتساوي دلتا اتش ناقص تي دلتا اس، فيها مشكله دي؟ والله العظيم ثلاثه يا جدع، مش عارف ايه، سبعه وثلاثه ايه؟ ثلاثه بتفقد في صوره حراره بقى عشان تحافظ على حراره الايه؟ الجسم بتاعك. خلاص، شعوذة. أيوة والله يا يزن، شعقولة، قول شعقولة، دي شعقول الكلام ده يا جماعة. طيب ناخد الكيرف ده قبل الريست، ها، عشان نقفل على الجزء ده، ركز معايا بقى. خلاص، هنقعد نقول لغاية لما تشبعوا، هنقول في الكلام ده لغاية لما تشبعوا. طيب هنأكد اهو، في عندي تفاعل A وعندي تفاعل B، ركز معايا يا ولد. تفاعل A المواد الانيشال اهي، المواد البادئه بتاعتك، مواد التفاعل الطاقه بتاعتها محتوى الحراري عالي، محتوى الحراري اللي فيها عالي، هتروح للفاينل ستيت او البرودكت بتاعك B، المحتوى الحراري بتاعه ايه؟ منخفض. فرق الحراره ده هيروح فين؟ ها، ده النظام بتاعك، ده التفاعل بتاعك، ايه راحت لبي. خلاص، ايه حرارتها عاليه، بي حرارتها منخفضه، صح؟ الفرق في الحراره ده هيطلع بره ولا مش هيطلع بره؟ هيطلع بره، ماشي. يبقى هنا الفرق ده اسمه الدلتا جي، وليه هيبقى بالنيجاتيف؟ لان النظام بتاعك خسر الحراره دي، النظام بتاعك خسرها لوز، صح ولا لا؟ عشان كده دلتا جي بقت بالماينس، عشان كده ما دلتا جي بالماينس معناه التفاعل بتاعك هيتم تلقائي، معناه ان المواد المتفاعله طاقتها عاليه والمواد الناتجه طاقتها منخفضه، فالفرق في الطاقه هيخرج والتفاعل ده هيتم تلقائي. الكلام اللي انا عمال ايه انفخ دماغي فيه من الصبح. خلاص كده، اختصار للموضوع، زي لما تحول الثلج لمويه يا عم، يا ايه يا الروقان ده. خلاص كده، الثلج المويه ده يعتبر ايه؟ ده تفاعل. ها، الواد عايز يتوهكم بتاع الثلج ده، خلي بالكم. الثلج المية، التفاعل ده طارد للحراره ولا ماص للحرارة؟ طارد للحرارة،
الله يلعن إسرائيل يا أخي. يعني أنت لما بتمسك التلج إيديك بتسخن يا ولا ولا إيديك بتسقع؟ ده هو ماص. ليه؟ لأن التلج ده لا هيتحول لمية لوحده، صح؟ لأنه هيمتص حرارة من الجو فيبدأ يسيح واحدة واحدة كده وتحول إلى الصورة الإيه؟ السائلة. يبقى التفاعل ده التلج عشان يروح لمية لازم ياخد حرارة من الإيه؟ من السراوندينج، لا من الإيه؟ من الوسط المحيط، هياخد حرارة منه وإيه؟ ويتحول إلى إيه؟ إلى مية. ده أنه بقى؟ ده التفاعل التاني ده اللي هو بيه، ممكن تقول عليه كده. خلاص كده؟ ماشي؟ طيب يبقى زي ما قلنا كده، لو الـ A طاقتها أعلى من الـ B يبقى النظام بتاعك هيفرق الطاقة. معنى كده الدلتا جي المحتوى الحراري هيحصل له إيه؟ المحتوى الحراري الـ A بقى إيه؟ بقى B، معناها إن النظام بتاعك إيه؟ فقد حرارة، لوز إنرجي، لوز إنرجي، معناها كده إيه؟ تشينج إن فري إنرجي أوف إيه رياكشن، حصل له إيه؟ نقص، نقص بقى بالسالب. خلاص يبقى التفاعل ده ايه؟ لما الدلتا جي بالسالب يبقى التفاعل ده هيتم تلقائي. خلاص، وهنا بنقول the product has a lower free energy than the reactant. الطاقه المحتوى الحراري او الطاقه الحره اللي في البي اقل من الطاقه الحره اللي في الايه. خلاص يبقى التفاعل ده هيتم تلقائي كده من ايه لبي. طب العكس البي هيروح لايه؟ عشان البي هي الانيشيال والايه هي الفاينل، يبقى هنا اعمل ايه؟ ان البي ده عشان يروح لايه لازم يمتص حراره، لازم يطلع، دي مستوى الحراره بتاع بي وده مستوى الحراره بتاع ايه، لازم يطلع الحراره، تطلع الحراره لازم تطلع. خلاص يبقى لازم ايه؟ الدلتا جي از بوزيتيف، يبقى البي ده الدلتا جي بتاعته تزيد، تزيد عشان تزيد يمتص ايه؟ يمتص حراره. خلاص يبقى the product has higher free energy than the ايه؟ the reactant. الايه هي اللي فيها طاقه عاليه عن الايه؟ عن الانيشيال اللي هي الايه؟ البي. مفهوم يا شباب؟ اخر سلايد قبل القصه بتاعتنا بقى اهو، بيقول لي the endergonic reaction، لو التفاعل بتاعك بقى احنا قلنا الاكزرجونيك رياكشن ده يبقى تفاعل ايه؟ هدم. فاهمين؟ ده مواضع اسئله. خلاص هيبقى هدم. طب الاندرجونيك رياكشن بقى، اندرجونيك رياكشن يبقى تفاعل ماس، صح؟ انرجي يوتلايزنج رياكشن، يعني انت محتاج طاقه عشان تتمم هذا التفاعل، صح؟ يبقى هنا هيسمى ايه؟ جوه الخليه هتسميه انابوليزم، تفاعلات بناء. دايما يا شباب عايز تبني بيت محتاج فلوس كتير، محتاج طاقة، الفلوس هي الباور، هي القوة اللي هتبني، صح؟ ولا انت هتبني بدراعك؟ محتاج تشتري طوب ومشتري رمل واسمنت وتجيب عمال، وكل ده ايه؟ فلوس فلوس فلوس، صح؟ يبقى هنا محتاج ايه؟ طاقة، اللي هي الانابوليزم، تفاعلات بناء. اكزامبل سينس اوف جلايكوجين، هحول الجلوكوز جوه الجسم الى جلايكوجين، من جزيء صغير الى جزيء بولي ساكرايد كبير. خلاص هحول الاسيتايل كوانزايم ايه الى فاتي اسيد، هبني حمض. ده كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن انابوليزم. يبقى بقى بحول مركب صغير او مركبات صغيره الى مركب كبير، محتاج طاقه عشان تربط الايه؟ المركبات دي ببعضها، صح كده؟ يبقى دي تفاعلات ايه؟ تفاعلات بناء. زي ايه؟ عكس التفاعل بتاعنا اللي فات. الكرياتين بقى عشان احوله الى كرياتين فوسفيت اللي فيه رابطه مدلعه، ده لازم اخد اي تي بي، لازم استخدم هنا جوه الخليه بتاعتي، لازم استخدم ايه؟ جزيء اي تي بي من الجزيئات ذات الطاقه العاليه اللي لما هيتكسر هيديني اي دي بي وفوسفور، وفي طاقه عاليه جدا تقدر تمسك الفوسفور وتربطه بمين؟ بالكرياتين. هنا الدلتا جي بايه بقى يا شباب؟ بالايه؟ بالبوزيتيف. دلتا جي بالايه؟ بالبوزيتيف، 1.5 كيلو كالوري بوزيتيف. معنى كده التفاعل ده ايه؟
مص للحرارة. الكرياتين بقى كرياتين فوسفيت، تفاعل ايه؟ مص للايه؟ للحرارة. انابوليزم، خلاص انا بنيت مركب صغير خليته كبير، خلاص. طيب نريح ونبدأ في الـ ATP shuttles دي، ماشي؟ نريح لنا 5 دقايق كويس. والله انتوا طيبين، والله انتوا طيبين ممتازين. 5 دقايق خلاص، ناخد 5 دقايق كده ريست ونرجع ان شاء الله. ما حدش يخرج من الايه، من النظام، ما حدش يخرج من النظام. حلوة دي، صح؟ الله يخليك يا عبد الاله. ما لما في تفاعل يا عبد الله، لو في حد بيسأل وبتاع الدنيا بتمشي وبيبقى في الواحد، لكن لو نايمين خلاص هعمل ايه انا؟ هنام معاكم. خلاص يلا نريح لنا 5 دقايق كده، نشرب طاسة شاي ونرجع تاني، تمام؟ يلا سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ماشي يا كعبي. هنا بقى بيقول لي ان الاي تي بي، شوية بس العيال يتجمعون. العيال مين؟ انتوا 16 اهو، فاضل ايه؟ فاضل كام واحد؟ ماشي، ده احنا خدنا اكتر من 5 دقايق كده عبد الاله. جاهزين يا شباب كلكم ولا لسه في حد ما شربش الشاي بتاعه؟ جاهزين جاهزين ما شاء الله. يلا نبدأ بقى ان شاء الله عشان نخلص كده بدري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ATP shuttles chemical energy within the cell. يعني بيقول لي هنا ان مركب اللي هو الادينوزين ترايفوسفيد ده اللي هو الاي تي بي هو اللي مخول له نقل الطاقه داخل الخليه. خلاص، يعني بيتم نقل الطاقه الكيميائيه داخل الخليه بواسطه مركب الايه؟ الاي تي بي. هنا بيقول لي الـ ATP is sought as the energy currency of a cell. هو بالظبط كده زي الريال او الدولار او الجنيه بتاع الايه؟ الخليه. هو الباور بتاع الطاقه، هو اللي يقدر يبني ويشتري ويبيع، هو الايه؟ الـ ATP هو العمله بتاعت الايه؟ الخليه. خلاص. In cellular respiration في تفاعلات الايه؟ التنفس. cellular respiration في التنفس الخلوي داخل الميتوكوندريا. some energy جزء من الطاقة، لما باجي اعمل عملية اوكسيديشن يحصل تنفس جوه الخلية ويحصل اكسدة للمركبات، الطعام اللي انا باكله مثلا كده جلوكوز او يتكسر جوه الميتوكوندريا وتطلع كمية هائلة من الطاقة، فجزء من الطاقة ده is stored بيخزن in ATP في ايه؟ في صورة ATP molecule، في صورة جزيئات من ATP. خلاص، مش كل الطاقة بتطلع في صورة حرارة زي ما قلنا، لا، جزء منها همسكه الخلية بتمسكه وتخزنه في صورة ايه؟ روابط كيميائية في صورة المركب اللي هو اسمه ايه؟ ال ATP ده. خلاص. ATP powers nearly all form of a of cellular work. بيقول لي ان الـ ATP ده هو تقريبا اللي بيدعم اللي هو الايه؟ الحاجه الماديه، الاموال، الحاجه الماديه اللي بتدعم جميع اشكال الايه؟ العمل الخلوي جوه الخليه. اي عمل محتاج طاقه، محتاج باور، محتاج فلوس، هو الـ ATP ده العمله، هو الـ ATP ده اللي ايه؟ بيخش في التفاعل ويديله الطاقه اللي هو محتاجها. خلاص. ATP molecules are the key to energy coupling. ده هو كمان ايه؟ اللي هو بيعمل الكابلينج اللي هو الايه؟ الاقتران بتاع الطاقه، طاقه حراريه لطاقه كيميائيه والعكس. خلاص، اقتران الطاقه energy coupling. energy اقتران طاقه، طاقه اقتران طاقه، ان هو الطاقه من حراره لطاقه كيميائيه والعكس بالعكس. خلاص. General facts about ATP. Human use about 99 pound، يعني حوالي 99 رطل أو بيسميه 45 كيلو جرام of ATP each day per rest، في حالة الإيه؟ الراحة. ممكن يزيد. خلاص. Every second، كل ثانية في حوالي إيه؟ 10 مليون ATPs are made from ADP. ممكن يتكون حوالي 10 مليون اي تي بي من الاي دي بي. سبحان الله، طبعا يعني حاجه يعني ايه؟ تبين قدره الله سبحانه وتعالى. الخليه دي اللي هي المجهريه اللي هي انت ما تقدرش تشوفها بالعين المجرده ممكن تعمل الايه؟ البلاوي دي كلها. خلاص.
energy coupling A and ATP. energy coupling and ATP اقتران الطاقة وال ATP بقى. energy coupling اللي هو اقتران الطاقة ده use of exergonic process to derive an endergonic one. يعني اقتران الطاقة ده انا هاخد تفاعل exergonic تفاعل طارد للحرارة عشان اتمم بيه تفاعل اخر محتاج لايه؟ محتاج لحراره. خلاص تحول من طاقه حراريه لطاقه كيميائيه في ايه؟ في ان انا ابدا اتم. عارفين يا شباب اللي هو مثلا الاكسده والاختزال؟ عارفين الاكسده والاختزال؟ الاكسديشن والريدكشن، صح؟ دي تفاعلين بيتموا فين؟ في نفس الوقت. لو انت في المعمل عشان تعمل تفاعل اكسده وتعمل تفاعل اختزال لازم الاثنين يتموا في نفس الجار، نفس الايه الانبوبه اللي انت بتعمل فيها تفاعل اكسده هيتم في نفس الوقت تفاعل ايه؟ تفاعل اختزال، صح؟ لو جبت مثلا فيهلينج ايه مع فيهلينج بي مع سكر جلوكوز مثلا وتروح تسخن هيحصل هنا ايه؟ اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، تفاعل الأكسدة وإيه؟ واختزال في نفس الوقت. مركب الإيه؟ السكر ده هيحصل له أكسدة هيتأكسد، ومركب الإيه؟ الفهلنج هيحصل له إيه؟ اختزال، وهكذا. خلاص كده؟ طيب الـ ATP hydrolysis لما باجي أعمل تحلل مائي للـ ATP release of free energy احول الـ ATP الى ايه؟ ADP و B زائد فوسفور تالتة بقى اهي، مش مهم هتروح فين بس اهم حاجه زائد ايه؟ انرجي. انرجي خلاص الانرجي بتاعتها حوالي ايه؟ حوالي 7 كيلو كالوري. خلاص كده. طب في عمليه بقى اسمها فوسفوريليشن، عكس دي بقى فوسفوريليشن عمليه الفصفره بايندنج الفوسفور، الفوسفور اللي طالع ده وفي حراره اهي، في فوسفور وفي طاقه ممكن يرتبطوا بمركب اخر يخشوا في تفاعل ايه؟ فصفره بناء. خلاص كده. binding of the released phosphate to another ايه molecule، يربط الفوسفور ده في مركب اخر او ياخد الطاقه بس ويتمم بيها تفاعل ايه؟ تفاعل اخر. ماشي يا شباب؟ مفهوم طبعا. طيب اهو the hydrolysis of ATP اللي هو عمليه التحلل المائي لل ATP when the bind join a phosphate group to the rest of an ATP molecule is broken by hydrolysis. يعني ايه؟ يعني لما يحصل تكسير للرابطه اللي بتضم مجموعه الفوسفات الى الـ ADP دي، خلاص اللي موجوده في الـ ATP اللي مرتبطه ببقيه جزيء الـ ATP عن طريق التحلل المائي، اللي بيحصل التفاعل ده هيوفر لي ايه؟ طاقه لعمل الخليه. The reaction supplies energy for cellular work. لو بصينا كده للكلام ده عشان نتفهم اكتر، المركب اهو الاي تي بي اهو، ده مركب الاي تي بي، خلاص دي قاعده ادينين مع السكر بس اسمها ايه؟ زي ما خدنا المحاضره الترم اللي فات ادينوزين، الادينين مع السكر بس من غير فوسفات، ادينوزين. لما الادينوزين ده ياخد 1 فوسفات يبقى ادينوزين مونوفوسفات، لو واخد 2 كمان يبقى ادينوزين داي فوسفات، لو واخد 3 يبقى ادينوزين ايه؟ تراي فوسفات. خلاص كده؟ قال لي بقى ايه؟ خد بالك اما تيجي تكسر، ننظف الشكل احسن بدل الشخبطه اللي احنا شخبطناها دي، لو جينا كسرنا الرابطه الاولانيه دي كده اهو
دي تقريبا فيها حوالي 7 كيلو كالوري. لو عملت تحليل وحللت الايه الفوسفور الاولانيه دي اللي في الطرف دي بعتها عن بقيه المركب ادتني 7 كيلو كالوري طاقه مع فوسفور. ممكن الفوسفور ده والطاقه اروح اربطهم بمركب اخر واخليه هو اللي ايه يتم، او اخد الطاقه بس واربط بيها مركبين مع بعض. خلاص زي ما نشوف ايه في عمل الايه وظائف الفوسفات المختلفه. خلاص كده يا شباب، ولو كسرت الرابطه الثانيه دي هيديني كمان 7، لكن الثالثه دي ما فيهاش طاقه. يبقى لما اجي ارسم الرابطه الاولانيه دي اللي بره دي هتترسم متدلعه، الرابطه الثانيه دي هتترسم متدلعه، لكن الثالثه دي تترسم ايه عاديه. خلاص كده، يبقى الاولانيه دي رابطه عاديه ما فيهاش طاقه، الثانيه دي هي اللي فيها طاقه، والثالثه دي فيها ايه طاقه، وطاقه الثانيه قد طاقه الثالثه تقريبا. ماشي يا شباب، يبقى الاي دي بي ممكن تحلل الى اي دي بي زائد بي، ممكن يديني ايه ادينوزين دايفوسفيت، يبقى احول الاي تي بي الى اي دي بي وبي وتطلع كميه طاقه. طب الاي دي بي لو اتحلل هيديني اي ام بي ادينوزين مونوفوسفيت، ويديني كمان ايه بي ويديني طاقه تقدر ايه تتمم لي تفاعلات ايضا. خلاص شباب، ذا ستاندرد فري انرجي اوف هيدروليزس اوف اي تي بي الدلتا جي بتاعتها ناقص 32 كيلو جول بير مول، او اقول عليها ايه ناقص 7.6 كيلو جول بير مول. ليه بقول ناقص؟ لان ده تفاعل ايه طارد للحراره، هيديني حراره. خلاص كده، بيكوز اوف ذيس لارج نيجاتيف دلتا جي، الدلتا جي بتاعتها كبيره وبالسالب اهي، اي تي بي از كولد ا هاير انرجي فوسفيت كومباوند، ده من المركبات ذات الايه الطاقه العاليه، او ذات الايه طاقه الفوسفور العاليه. خلاص، ذات طاقه فوسفور عاليه. البي دي مرتبطه بايه؟ بالرابطه ايه المدلعه دي، والبي الثانيه مرتبطه بالرابطه المدلعه كده اهو. البي الثالثه عاديه فيها بقيه الايه؟ اكس، بقيه المرتب، بقيه المركب فيها اكس. ده المركب الادينوزين مونوفوسفيت، وادي البي الاولانيه، البي الثانيه بتبقى عامله كده اهو، البي الثانيه عامله كده. لو كسرت دي هدي لك 7 كيلو كالوري، لو ربطت لو كسرت الثانيه دي هدي لك 7 كيلو كالوري. مفهوم يا شباب؟ طيب خلاص، نفس التفاعل هو قال لك لو الاي تي بي الادينوزين ترايفوسفيت هعمله هيدروليزيس، هحلله تحليل مائي هيديني ادينوزين داي فوسفيت وفوسفات اهو عضوي وانرجي طاقه. خلاص الطاقه دي اعمل بيها اي حاجه، اخد الطاقه دي واحطها مع الفوسفور ومع مركب تاني وافصفره، افصفر مركب اخر. خلاص، او زي الكرياتين اخليه كرياتين فوسفيت، او اخد الطاقه دي واعمل بيها انتقال، او اخد الطاقه دي واعمل بيها حركه، او اخد الطاقه دي واعمل بيها اي حاجه، اعمل بيها ربط طاقه كيميائيه ما بين مركبين A وB وهكذا. اي حاجه يا معاك فلوس، عايز تاكل تشرب تعمل اي حاجه بالايه بالطاقه اللي معاك دي اللي هي الفلوس دي. طيب 3 فانكشن اوف اي تي بي، في 3 وظائف معروفين قوي للاي تي بي، ها ترانسبورت وورك، يعني تفاعلات ايه من اسمها ترانسبورت، يعني يدخل في عمليات ايه نقل بينقل من مكان لمكان. اي تي بي فوسفوريليتس ترانسبورت بروتين، يعني جزيئات اهي هعديها من المكان ده للغشاء للمكان الثاني ده، هعديها من هنا لهنا. يبقى المركبات دي لازم تتفصفر، هفصفرها وتروح معديه للناحيه الثانيه ويرجع يطلع الفوسفور. يبقى انا بقى هستغل الطاقه دي في عمليات الايه النقل، بنقل جزيء من مكان لمكان. خلاص، الوظيفه الثانيه ميكانيكال، عمليات حركه تحريك، بحرك بيها مكان، بحرك ميكانيكال وورك. اي تي بي فوسفوريليتس موتور بروتينز، طبعا انتوا اخي خدتوا في الاحياء، ها الايه اللي هي اللي بيسموها المايكرو تيوبيولز. خلاص، مولوكيول هنا ده بروتين هيتحرك على الايه
على المايكروتوبيول ده لازم يتفصفر الجزيء ده، وزي لازم يحصل له فصفره عشان يقدر ايه يحصل موف، يتحرك من هنا من اول المكان لاخر المكان. خلاص. طب الثالث كيميكال وورك، ده هيعمل ايه؟ ربط كيميائي. خلاص. ما اعرفش ايه انقباض العضلات دي، ولا يعني ايه انقباض العضلات دي؟ ميكانيكال، حركه ماشي. خلاص. طيب كيميكال وورك، كيميكال وورك يعني ايه؟ بيخش في تفاعل اي تي بي فوسفوريليت كي رياكشن، كي رياكشن. انا عندي مثلا اكس بي مركب فيه اهو رابطه فوسفور عاليه مع واي، ممكن يحصل ايه؟ ربط ما بين اكس وواي ويخرج الطاقه اللي موجوده. خلاص، وحصل الايه؟ الارتباط اللي انا عايزه، حصل التفاعل، اكس ارتبطت مع واي وخرجت الايه؟ البي مره اخرى اللي هي الطاقه اللي موجوده بتاعت الاي تي بي. خلاص. طيب ريدوكس ديفينيشن تيرم، هنا هناخد ايه؟ هناخد تعريف يعني ايه اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. ريدوكس يعني اوكسيديشن، ريدكشن رياكشن، تفاعلات الاكسده والاختزال. تعريفها بقى، تعريفها اوكسيديشن يعني ايه عشان نقدر نكمل الجزء بقيه المحاضره. اكسده is addition of oxygen، يعني لو المركب بتاعك الاكسجين اللي فيه زاد معناه حصل له ايه؟ اكسده. كان المركب بتاعك فيه جزء اكسجين بقوا اتنين، خلاص معنى كده حصل له ايه؟ حصل له اكسده. كان فيه ذره اكسجين بقى ذرتين، معنى كده المركب ده ايه؟ حصل له اكسده، زاد الاكسجين فيه. or removal hydrogen، لو المركب بتاعك ما حصلش فيه زياده اكسجين بس حصل فيه نقص هيدروجين معناها اكسده. يبقى الاكسده دلوقتي حاجتين اهو، يا زياده اكسجين او نزع ايه هيدروجين من المركب. اور الكترون ترانسبورت، هو اما اقول نزع هيدروجين معناها انا ايه نزعت ايه الكترون، لان اي الهيدروجين معروف انها اتش فيها ايه وحده الكترون مع وحده بروتون، صح؟ البروتون بوزيتيف والايه والالكترون نيجاتيف، صح ولا لا؟ فاكرين الكلام ده اكيد بقى. طيب كويس، يبقى انا لما اقول اتش معناه ايه؟ معناه الكترون او بروتون، خلاص كده؟ طيب ريدكشن بقى الاختزال عكس الكلام ده، معناه اديشن اوف هيدروجين، بدل ما ريموف بدل ما نزع هيدروجين لا يبقى اضافه هيدروجين، يبقى حصل اختزال. او ايه ريموفال اكسجين، نزعت اكسجين او المركب فقد اكسجين ماشي معناها ايه؟ اكسده. خلاص. اور الكترون جين، المركب خد معناه اختزال، خد الكترون معناها حصل له ايه؟ حصل له اختزال. يبقى الاختزال بايه؟ باضافه هيدروجين او بفقد اكسجين او باضافه ايه الكترون. خلاص. يعني دايما الهيدروجين والالكترون بنفس العمليه، يا اضافه يا ايه؟ يا نزع. خلاص؟ يعني هيدروجين نزع او الكترون نزع معناه ايه؟ اكسده. هيدروجين اضافه او الكترون اضافه معناه المركب ده حصل له ايه؟ ريدكشن. واضحه يا شباب؟ عشان كده في عمليات الاكسده يا شباب في اكسده بنقول عليها اكسده هوائيه، وفي اكسده ايه؟ لا هوائيه، هنتكلم عليها في المحاضره اللي جايه. اكسده هوائيه معناها ايه؟ ان الاكسده باستخدام الاكسجين، يعني لازم يحصل عمليه الاكسده دي، لازم اقول اكسده هوائيه يعني معناها اكسده في وجود الاكسجين، لكن اكسده لا هوائيه زي اللي بتحصل في السيتوبلازم ده، السيتوبلازم كله ما فيهوش اكسجين. لكن بيحصل اكسده، بس الاكسده بايه؟ عن طريق نزع الهيدروجين. ماشي؟ طيب الكترون كاريرز او هيدروجين كاريرز اللي هو ايه؟ ناقلات الالكترونات، او اقول عليها ناقلات الايه؟ الهيدروجين. ما هو الهيدروجين هو الايه؟ هو الكترون، صح؟ الهيدروجين فيه واحده الكترون واحده بروتون زي ما قلنا. طب قال انا عندي ايه؟ عندي مركب اسمه الناد، وعندي مركب اسمه الناد بي والفاد والاف ام ان. خلاص؟ هنتكلم على واحد بالتفصيل والثلاثه الباقيين اعرفهم بس.
لا دول ما اسمهمش انزيمات، دول اسمهم مرافقات انزيميه، كو انزيم، كو انزيم، ما اسمهمش انزيمات يا عبد الاله، صح؟ اسمهم كو انزيم، يعني الانزيم بيبقى محتاج زي ما شرحنا المره اللي فاتت، مش عارف ولا ايه، احنا خدنا الانزيمات، خدناها، ان الانزيمات ها ساعات بتحتاج حراره، بتحتاج كذا، بتحتاج مرافق انزيمي عشان ايه؟ عشان يساعدها، صح كده؟ طيب خلاص. طب الناد بقى ده، الناد ده اللي هو نيكوتيناميد ادينين داينوكليوتيد كومونست الكترون كارير، ده من الايه؟ من اللي هي حاملات الالكترونات او مستقبلات الهيدروجين الايه؟ الشائعه، الشائعه معروفه او منتشره جدا، برافو عليك، منتشره خلاص جوه الخليه، خلاص كده؟ طيب هو الناد واخد الناد بلس دي، ناد بلس ده الصوره الاكسدايزنج، ده الصوره المؤكسده للناد، نيكوتين اميد داينوكليوتايد، خلاص الناد، بس دي له صورتين، صوره مؤكسده اللي هي ناد بلس دي، دي الصوره المؤكسده، ده اللي هي بي 3، برافو عليك، اللي هو فيتامين بي 3، خلاص، غير الفاد، الفاد ده فيتامين بي 2، ماشي. طيب when الناد is reduced it gain an electron، هياخد الكترون، يعني يعني ايه هياخد الكترون؟ يعني هيستقبل هيدروجين and becomes reduced، هيتحول الى ايه؟ ناد اتش بلس اتش، تاخد الصوره للفورم دي، ياخد ناد اتش بلس اتش، خلاص. the electron loses some of its free energy during the transfer، وبيقول لي بقى ان الالكترون دايما اثناء ما بينتقل من مكان لمكان بيفقد بعض الايه؟ الطاقه بتاعته. expressed as، لو انا عندي مركب اكس اتش 2، ده مركب ايه؟ مركب مختزل، في الهيدروجين اهو، المركب المختزل ده هيتحول الى اكس بس، هيتحول الى صوره ايه؟ مؤكسده، ده مركب مختزل زي الجلوكوز كده، هتحول الى صوره مؤكسده، هيتأكسد. خلاص؟ طب في نفس الوقت الناد، الناد الصوره المؤكسده دي الاوكسدايز للصوره للناد هتتحول الى ناد اتش بلس اد، صوره ايه؟ مختزله. خلاص؟ يبقى حصل اكسده واختزال في نفس الوقت. مركب حصل له اوكسيديشن اهو، حصل له اكسده، المركب الثاني ده حصل له ايه؟ اختزال، خلاص في نفس التفاعل، خلاص كده. طب في مستقبل اخر اسمه الناد بي، نيكوتيناميد ادينين داينوكليوتايد فوسفيت، ودون بيستخدم في الايه؟ بيستخدم في دوره السكريات الخماسيه، هنتكلم عليها فيما بعد، وله وظائف كده هنتكلم عليها فيما بعد. طب الفاد اللي هو الفلافين ادينين داينوكليوتايد، معروف ده فلافين ادينين، يعني هو ايه؟ ده مرافق فيه اتنين قاعده، في قاعدتين فلافين ادينين داينوكليوتايد، خلاص، واللي هو اللي عليه ايه؟ اللي هو البي ايه؟ البي 2، خلاص. وفي بقى التالت اللي هو الايه؟ اللي هو الرابع الاف ام ان، اللي هو فلافين مونونيوكليوتايد، فلافين في قاعده واحده بس، الفرق فاد والاف ام ان، الفاد فيه قاعدتين والاف ام ان فيه ايه؟ قاعده واحده بس، خلاص. مش هناخد على الحاجات دي اكتر من كده، احنا يهمنا بس اتكلمنا عن الناد بايه؟ باستفاضه شويه. كلها باتنين الكترون، كلها فيها اتنين الكترون، الفاد والناد بتشيل ايه؟ اتنين الكترون. بس لما بنيجي بقى نتكلم عليهم، نرجع تاني عشان واحد فتح ايه؟ اسئله ساعات، الناد بيشيل اتنين الكترون، الفاد هيشيل اتنين الكترون برضك، بس الناد داون
لما هنروح للدوره اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي اخر دوره من دورات الاكسده، بيتحول الناد ده اتش ده، ناد اتش ده، عشان يروح مره اخرى لناد ويحصل له اكسده في دوره الالكترون ترانسبورت تشين، هيديني 3 جزيئات من الاي تي بي تقريبا. لكن الفاد اتش 2 عشان يروح لفاد، الفاد اتش 2 عشان يروح لفاد هيديني بس ايه 2 اي تي بي فقط. خلاص. طيب هنتكلم بقى على الالكترون ترانسبورت شين، وزي ما وضحنا قبل كده ان دي المفروض هي اخر دوره، انا المفروض ادرس عشان اكسد الجلوكوز مثلا كومبليت اوكسيدايز، واحول الجلوكوز الى سي او 2 و اتش 2 او وميه و36 جزيء اي تي بي زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت في الترم اللي فات، صح؟ فبعدي بثلاث دورات، خلاص بعدي بالجلايكوليزيس وعدي بالكريب سايكل، وفي الاخر اعدي بمين؟ بالالكترون ترانسبورت شين اللي هي الدوره قدامنا دي، عشان احصل على ايه؟ ارجع مره اخرى الناد اتش الى ناد واجيب الاي تي بي. خلاص. لكن احنا المره دي هنشرح دلوقتي الالكترون ترانسبورت شين لانها مهمه جدا، واما باجي اتكلم على الجلايكوليزيس المفروض تبقى عارف يعني ايه الكترون ترانسبورت شين، لما اتكلم على الكريب سايكل تعرف يعني ايه الكترون ترانسبورت شين. انرجي ريتش مولكيول ده اختصار للموضوع بتاع الالكترون ترانسبورت شين كلها، هبقى اختصر لكم اكتر من كده بعد كده يعني بفكروني. ماشي. ساتش از جلوكوز، يعني اي ماده هاكلها جلوكوز اي حاجه وهكسرها وعايز احصل منها على طاقه هحرقها فبحولها الى جلوكوز، يعني ممكن اقول فودز او بين قوسين كده جلوكوز، يعني اقول الاكل جلوكوز عشان احصل منه على ايه؟ على طاقه. Such as glucose are metabolized by a series of oxidation reaction. يعني بيخش في مجموعة تفاعلات أيضية ميتابوليزم سلسلة أكسدة في الآخر finally producing CO2 H2O وكمية كبيرة من من الطاقة. خلاص. The metabolic products of the oxidation reaction donate electrons. المواد اللي انت بتاكلها دي زي الجلوكوز كده بتدي ايه؟ الالكترونات، بتدي الهيدروجين لمين؟ للمرافق الانزيم اللي هو الناد او الفاد يشيله. خلاص. donate electron to specific coenzyme زي مين؟ زي الناد والفاد. طيب الناد اتش والفاد اتش 2 are energy rich reduced coenzyme، دي بقى ايه؟ استقبلت هيدروجين، معناها ايه؟ شايله طاقه. استقبلت هيدروجين يعني استقبلت الكترونات، يعني شايله ايه؟ شايله طاقه. خلاص بقت ايه؟ rich reduced coenzyme energy، صح؟ each of NAD H and FAD H2 can in turn donate a pair of electrons، ممكن تدي الزوج الالكترون ده مره اخرى to a specialized set of electron carrier. جوه بقى الدوره الالكترون ترانسبورت شين دي ممكن الناد والفاد يروح مدي للكارير دي عباره عن بروتينات بيسموها الكومبلكس بروتين، صح؟ كومبلكس 1 و2 و3 و4 وفي 5 كمان. خلاص كده. المعقدات الانزيميه دي او المعقدات البروتينيه دي بتستقبل الالكترون ده ويبدا الالكترون يتنقل من بروتين لبروتين، وفي اثناء التنقل ده بتطلع كميات طاقه بتقدر انها تربط الاي دي بي مع البي وتديني ايه؟ جزيئات الاي تي بي من هذا التفاعل. كولكتيفلي كولد ذا الكترون ترانسبورت شين، عمليه الانتقال الالكتروني بين السبيشاليزد سيت اوف الكترون كارير دي هي اسمها الايه؟ الكترون ترانسبورت شين، سلسله الانتقال الالكتروني. As electrons are passed down the electron transport chain، لما بيمشي في اسفل السلسله دي الالكترون they lose much of their free energy، بيفضل يفقد في الايه؟ في الطاقه بتاعته، كل ما يفقد ينتقل من بروتين لبروتين
بيفقد جزء من الطاقه في صوره حراره، الحراره دي ايه جزء منها نمسكه ونحطه في ADB مع B ونكون ايه جزيء ATP، عشان الحراره دي كميه هائله زي ما قلنا قبل كده. خلاص as electrons are passed down the electron transportation they lose much of their free energy part of this energy can be captured، جزء من الطاقه دي لما بيفقد الطاقه الالكترون طاقه حراريه بتفقد، فجزء منها بقدر امسكه واخزنه stored by the production of ATP وانتج بيه مركب ATP. هجيبه منين؟ عن طريق ADP مع مين؟ مع الفوسفات العضوي ده، فيديني ايه؟ ATP. خلاص this process is called oxidative phosphorylation، العمليه دي اسمها الايه الفسفره التاكسديه. خلاص the remainder of the free energy، الجزء الباقي من الطاقه، دايما احنا بنقدر ايه بنقدر نمسك جزء من الطاقه في صوره طاقه كيميائيه اللي هي رابطه، صح؟ لكن الباقي من الحراره بيفقد في صوره حراره وبيكون ايه مناسب لانه يحافظ على درجه حراره الايه الجسم. تمام. طيب نفس الكلام هنا اختصار للموضوع اللي هو الميتابوليزم، نفس الكلام اللي احنا قلناه. عمليه ميتابوليزم يعني ايه ميتابوليزم؟ يعني انابوليزم زائد كاتابوليزم. يعني ايه؟ يعني all chemical reaction in the cell، خلاص كل تفاعلات الكيميائيه اللي جوه الخليه هقول عليها ايه ميتابوليزم. اي تفاعل يحصل جوه الخليه، اي ايض تمثيل اسمه ايه اسمه ميتابوليزم. يعني هقول الكربوهيدرات او الفاتي اسيد او الامينو اسيد، خلاص اي حاجه من الحاجات اللي انا ممكن اخدها واكسرها واعمل لها اوكسيديشن في عمليه الاكسده، الناد هيخش كمرافق انزيم مستقبل للهيدروجين فيتحول الى ناد H بلس H او فاد H2، هياخد الهيدروجين ده، هياخد هيدروجين معناها هياخد الكترونات. خلاص المفروض في الاخر هيوصل لايه؟ ل CO2 H2O. ازاي بقى؟ في سلسله الانتقال الالكتروني دي في الاخر ال O2 ها في التشانل اللي هنحكي عنها دلوقتي، اما بيمر كده بسرعه الاكسجين بيبقى شره جدا ليه ان هو ياخد الالكترونات، والناد اتش بيبقى شره ان هو ايه يسيب الالكترونات، فبيبقى اللي هنا مرور البروتون هنا بيبقى شديد جدا والالكترون، فبيبقى ايه بيولد الحراره دي، فيبدا الناد اتش يتحول الى ناد، في نفس الوقت الاي دي بي ياخد جزء من الطاقه ويتحول الى ايه الى اي تي بي. خلاص ده ايه اختصار لايه اللي قلناه في السلايد اللي فات. خلاص ده طبعا ميتابوليك بريك داون اوف انرجي برودوسينج ايه مولكيول، بكسر عشان ابني ايه ابني المركبات او انتج المركبات ذات الطاقه الايه العاليه. نعيدها تاني عبد الاله مش هنلحق نخلص كده عبد الاله. باختصار كده ان انا بكسر الطعام واحصل منه على مرافقات انزيميه ناد اتش بلس اتش وفات اتش 2 في صوره مختزله. خلاص المرافقات الانزيميه دي اللي انا بنتجها اثناء التفاعلات اللي قبل كده اللي هي في الجلايكوليزس والكريب سايكل اللي انا هنشرحها بعد كده، هتروح للدوره اللي احنا بنحكي فيها دلوقتي اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين. خلاص تمام. ففي جوه الالكترون ترانسبورت تشين الناد اتش والفات اتش 2 هو اصلا دونيت للهيدروجين، خلاص هو في موقف هو عايز يرمي الهيدروجين ده اللي هو شايله عشان يوصل للصوره بتاعته الاساسيه اللي هي الاكسدايز عشان يروح يشتغل مره اخرى. انت معاك عربيه نقل وخدت نقله رمل ولا اسمنت ولا بتاع، فانت بتجري بسرعه بتنقلها وتاخد حسابك عشان تجري وتروح ايه تنقل نقله اخرى، صح؟ فالناد اتش ده الناد اتش ده دونيت، ها هو معطي للايه للهيدروجين، والاكسجين هو مستقبل جيد للهيدروجين ده، فيبدا ياخد الايه الالكترونات او ياخد البروتون او ياخد الهيدروجين زي ما بنقول ويتحول الى ميه. الاكسجين عايز الهيدروجين ده يتحول، فبيمر الالكترون بيمر في منطقه معينه
بسرعه جدا هنشرحها دلوقتي، فمروره بسرعه جامده جدا فبيتولد طاقه، فبناخد جزء من الطاقه ده ونخزنه في الاي دي بي عشان نوصله الى ايه؟ الى الاي تي بي. وهنا بننتج في الاخر، بنوصل ان احنا ايه؟ بنحرق الجلوكوز كل الحكايه دي عشان نطلع في الاخر ايه؟ كميه هائله من الاي تي بي اللي هنقيسها بعد كده في ايه؟ اخر المحاضرات. خلاص؟ زي الجلوتاثيون، الجلوتاثيون له رياكشن اخر، له رياكشن اخر، برافو، بس ايه؟ له يعني وظيفه اخرى، ده بنشتغل بيه عشان نزيل هموم سموم معينه من الخليه. خلاص؟ هنفهم الحته دي اكتر لما نكمل بقيه الايه؟ القصه. الكترون ترانسبورت تشين، الالكترون ترانسبورت تشين از بريزنت ان ذا انر ميتوكوندريا. خلاص؟ الدوره دي اصلا بتحصل في دوره هوائيه، الالكترون ترانسبورت تشين زي ما احنا شايفين فيها اكسجين، معناه ان لازم تحصل في مكان فيه هواء، فالمكان اللي فيه هواء في الخليه هو الايه؟ هو الميتوكوندريا. خلاص؟ فهي بتحصل بس فين؟ في الغشاء الانر. خلاص؟ في الغشاء الايه؟ الداخلي للايه؟ الميتوكوندريا. احنا عارفين الميتوكوندريا ها؟ عامله زي الكلى كده، وفيها ايه؟ غشاء داخلي عامل زي العرف كده، بتعديك كده معرك كده، وده يبقى ده الخارجي وده الداخلي، وفي بينهم ايه؟ الانترميديت ده، الانتر صح؟ في بينهم حته مسافه، خلاص كده؟ طيب، طب الكترون ترانسبورت تشين از فاينل كومن باس واي باي ويتش الكترون درايف فروم ديفرنت فيلز اوف ذا بودي فلو اوف اوكسجين فلو تو اوكسجين. يعني بيقول لي ايه؟ ان الدوره دي هي اخر دوره، مش هي مش اول دوره، انا بدرسها لك دلوقتي انها اول واحده، بس هي اصلا هي ايه؟ هي اخر واحده، وهي المنوط بها انتاج الايه؟ الاي تي بي. خلاص؟ اللي قبلها في دورتين، جلايكوليزيس وكريب سايكل، زي ما هناخد بعد كده. خلاص؟ طب الالكترون ترانسبورت اند اي تي بي سينسز باي اوكسيديتيف فوسفوريليشن عن طريق حاجه اسمها الفسفره التاكسديه بروسيد كونتينيوسلي ان اول تيشو. دي بتحصل في كل الخلايا طالما الخليه فيها اكسجين، ذات كونتين ميتوكوندريا، اي خليه بتحتوي على ايه؟ على ميتوكوندريا، لان الميتوكوندريا هي المكان اللي فيه اكسجين. خلاص؟ يبقى الالكترون ترانسبورت شين دي بتحصل في اي خليه فيها ميتوكوندريا. ذا اوتر ممبرين، الغشاء الخارجي اللي قلنا عليه بتاع الميتوكوندريا ده، از فريلي بيرمابل تو موست ايونز، ده منفذ لمعظم الايونات اند سمول مولكيول والجزيئات الايه؟ الصغيره ايضا. خلاص؟ الانر بقى الداخلي، الانر الداخلي ده لا ام ميمبرين، انر ميتوكوندريا ميمبرين اوف ذا ميتوكوندريا از ام بيرميبل تو موست سمول ايونز، ده حتى الايه؟ الايونات الصغيره انكلود هيدروجين صوديوم وبوتاسيوم، حتى الهيدروجين الصغير ده والصوديوم ما يقدرش يخش من الايه؟ من الانر. امال يعمل ايه؟ عشان يخش محتاج ايه؟ محتاج كارير، محتاج كارير. برافو عليك، مين اللي قال؟ عبد الاله، ممتاز عبد الاله. خلاص؟ موست سمول ايون انكلو كذا ليه؟ سبيشاليز كارير اور ترانسبورت سيستم موف ايونز اور مولكيول اكروس ذيس ايه؟ ممبرين. عشان يعدي محتاج ايه؟ محتاج كارير. ذا انر ميتوكوندريا الممبرين، الانر بقى is rich in protein لو half of which is a is involved in electron transport and oxidative a phosphorylation. خلاص؟ طيب، امال القلب بقى بتاع الميتوكوندريا؟ احنا اتكلمنا عن الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي وان في سبيس ما بينهم صح، وفي ماتريكس بقى قلب الميتوكوندريا. It is a gel-like solution in the interior of mitochondria is 50% protein. 50% من الجزء القلب ده عباره عن بروتين. Matrix of the mitochondria contain all of the following. الماتريكس ده موجود كل الحاجات اللي موجوده ال10 حاجات دي. Enzymes responsible for oxidative of pyruvate.
كل الايه الانزيمات اللي هي بتعمل اكسده للايه للبيروفيك اسيد، لان يعني زي ما نشوف بعد كده ان البيروفيك ده بينتج في السيتوبلازم ولازم يخش الميتوكوندريا عشان يحصل له ايه اوكسيديشن. خلاص، فكل الانزيمات، اقول الانزيمات معناها بروتينات صح، تركيبها بروتين موجوده فين في الماتريكس بتاع الايه الميتوكوندريا. انزيم ريسبونسبل فور اوكسيديشن اوف امينو اسيد، الانزيمات المسؤوله عن ايه اكسده الفاتي اسيد اللي هي حاجه اسمها بيتا اوكسيديشن هندرسها اخر حاجه. انزيم ريسبونسبل فور تراي كربوكسيليك اسيد، الانزيم ريسبونسبل فور الايه سينثيس اوف جلوكوز بتاع تخليط الايه الجلوكوز، السينثيس ريسبونسبل فور ايه يوريا سايكل فور هيم بايوسينثيس. ايضا في ناد وفاد اللي هو نيكوتين اميد ادينين داينوكلوتايد والفلافين ادينين داينوكلوتايد، ودي ايه الاوكسيدايز فورم اوف ذا تو كو انزايم ذات ار ريكواير از هيدروجين اكسبتور موجودين جوه الماتريكس دي. في اي دي بي اند بي موجوده اللي هو الحاجات دي موجوده عشان تنتج الاي تي بي، ها ويتش ار يوز تو برودوس اي تي بي. قال لي بقى ان الميتوكوندريا ار ان اي موجود، وليه قلنا ميتوكوندريا ار ان اي؟ قال لي اه احنا عارفين ان في الار ان اي والدي ان اي بتاع النواه صح، الميتوكوندريا فيها ار ان اي خاص بيها وفيها دي ان اي خاص بيها، بنسميه الميت ار ان اي والميت دي ان اي، دول يعني ميتوكوندريا ار ان اي وميتوكوندريا دي ان اي. وايضا في ار ان اي رايبوسومال ار ان اي، معنى كده ان ايه؟ معنى كده ان الميتوكوندريا ممكن تعمل جين اكسبريشن، ممكن تعمل ايه؟ جين اكسبريشن، ممكن تعبر تعبير جيني يعني، ممكن تعمل حاجه بروتينيه هي عايزاها، خلاص كده؟ لان فيها ار ان اي وفيها دي ان اي وفيها رايبوسوم كمان، خلاص كده شباب؟ طيب ده طبعا ايه؟ اختصار للالكترون ترانسبورت شين، خلاص؟ السبستريت عايزين تقفوا كده، هنضطر ان احنا ناخد الجزء ده لازم يخلص، ولا ايه رايكم؟ نقف عند كده ونكمل بعد كده وقت تاني ولا ايه؟ احنا الطالبات خلصوا الجزء ده، بس انتوا بتسالوا كتير اثناء المحاضره، تعبنا والله يا دكتور، والله انا تعبت كمان يا يزن. طب هنعمل ايه طب في الجزء ده يا يزن؟ تعملوا فيه ايه؟ خلاص انا تعبت ممكن نقف، بس انتوا بتسالوا في كل حته وده حاجه كويسه بس بتاخد وقت. ماشي ماشي ما انا بحب ان كنتوا تسالوا، انا بحب ان كنتوا تسالوا، لا لازم تفهم يا عبد الاله، لازم تفهم طبعا، انا يهمني انك انت تفهم، بس يهمني ان اخلص برضك، معادله صعبه يا يزن، محتاجين طاقة اي تي بي. نكمل المرة الجاية يزن، صعبة مرة. طب خلاص هنحاول ان احنا نكمل المرة الجاية، بس هنشد حيلنا شوية كده، البنات هيتقدموا عليكم. خلاص هنوقف عند كده، بس كده هيبقى انتوا ايه من المتأخرين. طيب خلاص اقروا الحته دي عشان لما نقراها بعد كده هتبقى العمليه سهله، خلاص؟ لما فاضل كم سلايد كده بسيطه يعني ان شاء الله. طيب خلاص هنكمل المره الجايه ان شاء الله. ماشي يا شباب. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.